أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله عن الجهمية وعطلوا الجهاد، وفي هذا الزمان أهانوا القرآن وأهانوا الرسول صلى الله عليه وسلم واحتلوا بيت المقدس وبعض بلاد المسلمين، فهل فعلهم هذا يوجب إعلان الجهاد عليهم من قبل حكام المسلمين؟ الجهاد لا يكون إلا بشرطين. أولاً الجهاد الطلب، يعني أولاً أن يكون تحت راية من ولي الأمر، ولي الأمر. الأمر الثاني أن يكون بالمسلمين استطاعة، أن يكون بالمسلمين استطاعة للقتال، لابد من هذين الأمرين، أن يكون هناك استطاعة لقتالهم. الأمر الثاني أن يكون هذا بأمر ولي أمر المسلمين، تحت راية يعقدها الإمام للجهاد في سبيل الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.